وجد حازم في معاناته مع ثقل حقيبته المدرسية دافعاً للابتكار، فصنع هذه الحقيبة في خياله لا ليحملها بل لتحمله، وجاء هنا يعرض ابتكاره في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. الفكرة هي عبارة عن شنطة مدرسية متحركة، مش بس بتشيل الكتب، لا دي كمان بتقدر تشيلني معاها. الفكرة بقدر أحركها من عن طريق التليفون بالبلوتوث، أقدر أحركها يمين وشمال وقدام لورا، تقدر الشخص يتحرك فيها بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تستفيد من الفكرة. وعلى بعد خطوات تجمع عشرات الشباب والفتيات المتخصصين في 21 مجالاً متنوعاً تضمنتها المسابقة، جاءوا من 16 محافظة يتنافسون في إظهار كفاءاتهم ومهاراتهم كل في مجاله. فادتني في حاجات كتير، ان انا تعرفت على ناس كتير، تعرفت على شركات كتير، وتعلمت اكتر، وتعلمت من اخطائي بتاعت السنه اللي فاتت. بس فهي كانت زياده خبره، وكانت تحدي بالنسبه لي ان انا بنت، وناس كتير قالوا لي مش هتقدري، وقدرت ودخلت واخدت مركز في التصفيات. مصر طول عمرها يعني هي دوله رائده، وستظل باذن الله تعالى، واعتقد بالرؤيه الجديده اللي احنا كلنا شايفينها، اهتمام بالتعليم، التعليم الدولي والتعليم الذكي والتعليم التكنولوجي، اعتقد مصر ان شاء الله هتروح للمكان اللي كلنا بنتمناه ان شاء الله. وجود المسابقات دي ووجود التجمع الطلابي ده من مؤسسات مختلفه بيعمل تبادل خبرات، بيعمل ارتقاء بمستوى، بيعمل نوع من الولاء للطلبه دولت ان هم يحبوا مؤسستهم، ويعمل كمان نوع من التسويق ليهم. لما بتيجي الشركات الراعيه كلها بتبقى موجوده وبييجوا يشوفوا هذا الكلام كله، ده اعتقد بيقرب المسافات جدا من بعضها. تعمد المسابقة على تطوير كوادر التعليم الفني وتغيير النظرة المجتمعية لأبنائه، مع تحسين مهارات الفنيين بالشركات والجامعات التكنولوجية وأبناء التعليم الفني ورواد الأعمال. مسابقة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفني والصناعي في مصر، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب المشاركين فيه ويدفعهم للابتكار في مختلف المجالات. مينا حبيب، قناة الغد، محافظة الإسكندرية.